بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، تندرج حصتنا لهذا اليوم في إطار الاشتغال على الوثائق في مادة الجغرافيا، واخترت المقطع المتعلق بتحويل الجداول إلى رسومات بيانية، واخترت لكم هذا النموذج الأول المتعلق ببنية الصادرات الأمريكية سنة 2005 بالنسبة المئوية. إذن هذا الجدول يبين بنية الصادرات الأمريكية. إذن عندنا مواد نصف مصنعة 30%، مواد التجهيز 23%، صناعة السيارات 17%، مواد الاستهلاك 15%، منتجات فلاحية 11%، مواد طاقية 4%. المصدر بطبيعة الحال هو منظمة التجارة العالمية سنة 2006. إذن كيف سنقوم بتحويل هذا الجدول إلى رسم بياني؟ إذن لتحويل هذا الجدول إلى رسم بياني يجب اتباع الخطوات الآتية. إذن الخطوة الأولى، إذن أول حاجة خصني نديرها هو أن ملي كتكون عندي النسب المئوية، أول حاجة يجب أن نتحقق من أن مجموع النسب المئوية يساوي 100%. إذن نتحقق من أن مجموع النسب المئوية يساوي 100%. إذن وغادي نديروا عملية حسابية بسيطة. إذن عندنا 30 زائد 23 زائد 17 زائد 15 زائد 11 زائد 4. إذن إلى جمعنا هذه النسب المئوية إذن غادي تعطينا 100%. إذن ملي كتعطينا النسب المئوية أو مجموع هذه النسب كنحصلوا فيه على 100%، إذن المبيان المناسب هو المبيان القطاعي. المبيان القطاعي هو الدوائر وأنصاف الدوائر. إذن المرحلة الثانية، إذن غير كنلقاو 100%، راه كنعرفوا روسنا غادي نديروا إما دائرة أو نصف دائرة. إذن حنا دابا عرفنا الطريقة باش كنديروا باش غادي نحددوا المبيان المناسب. الخطوة الثانية، إذن الخطوة الثانية نقوم بتحويل النسب المئوية إلى درجات. الدرجات هي قياس الزوايا التي سنمثلها في هذا الرسم البياني. إذن وذلك باستعمال العلاقة الثلاثية. إذن عندنا 180 درجة 100%، غادي تعطينا 180 درجة، وعندنا مثلا 30 غادي تعطينا اكس. إذن باستعمال هذه العلاقة الثلاثية، إذن اكس مثلا غادي تعطينا تساوي 30 في 180 مقسوم على 100. إلى اختصرنا هنا ب 100 غادي تبقى عندنا 30 في 1.8. إذن غادي نحسبهم باستعمال العلاقة الثلاثية. إذن 30 في 180 مقسوم على 100 غادي تعطيني 54 درجة. ثانية غادي تعطيني 23 في 180 مقسوم على 100، دائما كنختصروا ب 100، كتعطينا 23 في 1.8، كنحصلوا على 41 درجة فاصلة 4. إذن الثالثة هي 17 في 180 درجة مقسوم على 100، دائما كنختصروا ب 100، كتبقى عندنا 17 في 1.8، وكنحصلوا على 30.6. إذن الموالية غادي تعطينا 15 في 180 على 100، دائما كنختصروا هنا ب 100، كتعطينا
15 في 1.8 تساوي 27 درجة. 11 في 180 مقسوم على 100 غادي تعطينا 11 في 1.8، شحال غادي تعطينا في النهاية؟ 19.8 درجة. وأخيرا بقت عندنا 4 في 180 مقسوم على 100، دائما كنختصروا ب 100، غادي تبقى عندي 4 في 1.8 وغادي نحصلوا في النهاية على 7.2. إذن بعد تحويل جميع النسب المئوية إلى قياس الدرجات، إذن غادي نتأكد من بعد بأن جميع هذه الزوايا اللي قياس الدرجات المحصل عليها تساوي 180 درجة. إذن كنحسب 54 زائد 41.4 زائد 30.6 زائد 27 زائد 19.8 زائد 7.2، وخصني نلقى في النهاية 180 درجة. إلا ما لقيتش 180 يعني راه كاين خطأ، ما ولا لقيت 180 درجة يعني راني في المسار الصحيح. إذن هذه الخطوة الثانية. إذن بعد ذلك سنتحول إلى الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة شنو غادي ندير فيها؟ إذن نقوم بتمثيل هذا ثالثا، نقوم برسم هذا المبيان وذلك بتمثيل قياس الدرجات المحصل عليها. إذن هذوك اللي حسبنا قبل شوية، إذن محصل عليها مع وضع عناصره الأساسية. إذن العناصر الأساسية ديال المبيان هي إذن العنوان، المفتاح، ثم المصدر. إذن أعزائي التلاميذ، دابا غادي نمروا للمرحلة ديال التمثيل، ولكن قبل أن نبدأ في رسم هذا المبيان والتمثيل ديالو لابد باش نعطيكم الطريقة باش كنحسبوا هاد قياس الدرجات. إذن حصلنا على هاد القياسات 54 درجة، 41.4، 30.6، 27 درجة، 19.8، 27.2. إذن في المنقلة إذن ما غاديش نلقاو هاد الفواصل، إذن لابد من طريقة للتخلص منها. إذن هنا غادي نمثلهم بتفريط وإفراط. إذن اللي عندنا فاصلة 5 لتحت غادي نخليوها في العدد الأصلي، واللي فايتها فاصلة 5 للفوق غادي نديوها للعدد الموالي. إذن بحال هذه 54 غادي تبقى دائما 54 درجة، 41.4 غادي نخليوها في 41، 30.6 فايتها فاصلة 5 إذن غادي نديروا لها 31، 27 غادي تبقى عندنا 27، 19.8 غادي تولي 20 درجة، ثم 7.2 غادي تبقى دائما في 7. إذن غادي نمثلوا هاد الدرجات اللي مكتوبين باللون الأخضر. إذن على بركة الله، إذن أول حاجة غادي نديروها هي نصف دائرة. إذن اللي غادي نمثلوا فيه هاد المعطيات، إذن بسم الله إذن في البداية. إذن ثم نمر إلى تمثيل قياس الدرجات. إذن عندي نصف دائرة فيه 180 درجة كما كتشوفوا عندنا في المنقلة، من صفر بديت في هذا الاتجاه صفر كنوصل ل 180، ولا بديت في الاتجاه الآخر من صفر حتى 180 درجة.
إذن في البداية عندي الحق نبدأ الحساب يا من اليمين يا من اليسار، ولكن دائما من بعد غادي نحتفظ بنفس الاتجاه. إذن على بركة الله، إذن طريقة التمثيل هي أنني دائما كنوضع مركز المنقلة مع مركز الدائرة المرسومة، صافي، وهذا الخط غادي يجيني مع صفر وهذا غادي يجي مع صفر، وكنحسب. إذن القياس 54 درجة، إذن 0 10 20 30 40 50، إذن عندي 54 هنا 54. إذن ملي كنحدد قياس ديال 54 درجة، إذن أرسم مستقيما يصل بين محيط الدائرة ومركزها وكيتسمى بالشعاع. إذن 54 درجة. نمشيو للثانية. إذن صفر دابا غادي يولي عندنا في هذا الخط، الثانية عندنا فيها 41 درجة. إذن 41 درجة، إذن 0 10 20 30 40 41. إذن بنفس الطريقة ملي كنحدد قياس الدرجة أصل بين محيط الدائرة ومركزها. من بعد غادي تولي عندنا 31. إذن دائما مركز المنقلة مع مركز الدائرة 0 10 20 30 31 درجة غادي تجيني في هذا القياس. إذن 31 من بعد 27 درجة. إذن بنفس الطريقة 0 10 20 25 26 27. إذن من بعد 20 درجة 20، إذن 0 10 20. إذن في النهاية غادي تبقى عندي 7 ديال الدرجات. إذن هكا غادي يكون عندنا الرسم البياني. ثم المرحلة الثانية غادي نمشي ندير المفتاح. المفتاح إذن المستطيلات، إذن عندي 6 ديال المعطيات، 1 2 3 4 5 6، غادي نديرهم بستة هنا. إذن فيما بعد غادي نضع العناصر الأساسية. إذن العنوان دائما كيكون الفوق، بنية الصادرات الأمريكية سنة 2005 بالنسبة المئوية. إذن وكنجي للمفتاح، إذن عندي 54% كنعطيها واحد اللون ديال مثلا، غادي نعطيها هذا الرمز، مواد نصف مصنع، مواد نصف مصنع. إذن كنعطيها اللون الأحمر في المفتاح، وكنجي كنديرها في المبيان ديالي الفوق. إذا المرجو منكم استعمال الألوان، انتم في الورقة غادي تستعملوا الألوان. إذا وهكذا حتى نكمل. إذا مواد نصف مصنعة. الثانية هي مواد التجهيز. مواد التجهيز نعطيها اللون آخر مغير، مواد التجهيز
الزرق الازرق جانو كنجي لهنا كنديرها باللون الازرق. الثالثه هي صناعه السيارات، نعطيها لون مغير. صناعه السيارات، إذن دائما كنجي للميبيان ديالي، إذن المرجو منكم انتم تستعملوا الالوان، يعني تلونوا هذا الحيز المخصص لكل نسبه بوحدها بلون بوحده. إذن الرابعه هي مواد الاستهلاك، نعطيها هذا اللون مواد الاستهلاك. ثم منتجات فلاحية، إذن نعطيها لون مغير منتجات فلاحية. إذن ثم في الأخير عندي مواد طاقية، إذن نديرها بالأخضر التاكي، مواد طاقية، يمكن نجي لهنا كنمثلها، إذن مواد طاقية. إذن وهكذا أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات كنكون حولت هذاك الجدول اللي بدينا فيه في البداية إلى رسم بياني مناسب. إذن هذا الجدول دائما أو هذا المبيان القطاعي دائما كنديرو عندما نريد أن نبين بنية الاقتصاد أو بنية صادرات بلد ما. إذن البنية يعني كنشوفو نسبة المواد المصنعة في هذا الاقتصاد ونسبة المواد الطاقية وكذلك نسبة المواد الفلاحية أو المنتجات الفلاحية. ودائما هذا الجدول يكون مرفوقا بهذا السؤال: حدد طبيعة المواد التي يتشكل منها أو تتشكل منها الصادرات الأمريكية. بمعنى هذا السؤال كيفاش غادي نجاوب عليه؟ غادي نشوف المواد المصنعة اللي كاينة في الصادرات الأمريكية، نصف مصنعة مواد الجهاز السيارات الاستهلاك والمواد الطاقية، هذه كلها كتدخل في إطار مواد الصناعية أو المواد المصنعة. ثم منتجات فلاحية فقط عندها نسبة ديال 11%. إذن غادي ندير مواد مصنعة عنده 89% ومواد أو منتجات فلاحية فقط 11%. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، دائما في إطار الحديث عن تحويل الجداول إلى رسومات بيانية، إذن نحن الآن مع النموذج الثاني من هذه الرسومات البيانية. إذن والجدول أمامكم يبين حصة الإنتاج الصناعي العالمي لبعض القوى الاقتصادية الكبرى في العالم بالنسبة المئوية. إذن عندنا القوى الاقتصادية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، والاتحاد الأوروبي. ثم نسبة الإنتاج الصناعي في سنة 1997، سنة 2000، 2005، ثم 2010. إذن السؤال هنا: كيف سنقوم بتحويل هذا معطيات هذا الجدول إلى رسم بياني مناسب؟ إذن الأمر هنا يتعلق بنسب مئوية لكل دولة تتغير حسب السنوات. إذن هذه المعطيات سنحولها إلى مبيان بالأعمدة، إذن على الشكل التالي. إذن غادي نديرو محور
فيه النسب المئوية. إذن الصفر، خمسة، عشرة، عشرين، عفوا 15، نمشيو 15، 20، 25، 30. إذن عندنا أعلى قيمة هنا هي 27. إذن هنا النسبة المئوية. إذن وغادي نديرو هنا القوى الاقتصادية. إذن غادي نبداو بسنة 1797. سنة 1797، إذن كما تلاحظون في هذا الجدول، إذن الولايات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندها 26%. إذن عندنا هنا 25، إذن 26% غادي تكون عندي في هذا المستوى هذا. إذن وغادي نمثل 26%. بالنسبة للصين، الصين 6%. الصين عندي 5 هنا، إذن 6 غادي تكون عندي 6%. إذن بالنسبة للصين غادي تعطيني 6%. إذن هنا الولايات المتحدة الأمريكية، هنا الصين، ثم الاتحاد الأوروبي عنده 24%. الاتحاد الأوروبي 24%. إذن الاتحاد الأوروبي، إذن غادي نكتبها اختصارا. هدف سنة 1997، سنة 1997. إذن غادي كل وحدة غادي نعطيها لون. الولايات المتحدة نديروها بالأصفر مثلا، الأصفر. الصين بالأزرق، ثم بالأحمر غادي نديرو الاتحاد، الاتحاد الأوروبي. إذن هذه معطيات ديال سنة 1997. إذن وغادي نخلي نفس المسافة اللي خليتها هنا في الأول، وغادي نمثلو المعطيات ديال 1900 سنة 2000. إذن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندها 27%. إذن 27% غادي تجيني في هذا المستوى. إذن 27%. هذا بالنسبة للولايات المتحدة. بالنسبة للصين دائما 6%. دائما هذه تكون عندها 6%. الاتحاد الأوروبي 25%. إذن ودائما كنحتفظ بنفس الألوان. الولايات المتحدة قلنا 27%، نلونها دائما باللون الأصفر.
الصين ده 6%، ثم الاتحاد الأوروبي إذا عنده 25%. إذا وغادي نشوفوا السنة الموالية اللي هي سنة 2005. إذا الولايات المتحدة 26%. إذا 26%. غادي تشينا في هذا المستوى. إذا 26%. الصين إذا ترتفع إلى 10، إذا عوض 6 في السنتين الماضيتين، دابا غادي تولي عندها 10، إذا غادي تولي عندنا في هذا المستوى. ثم الاتحاد الأوروبي 24%، إذا 24% غادي تجينا في هذا المستوى هذا. إذن وغادي نمثل 24%. إذن وكنحتفظ بنفس الألوان دائما. الولايات المتحدة الأمريكية كنعطيها اللون الأصفر، الصين 10% اللون الأزرق، ثم الاتحاد الأوروبي 24% بالأحمر. إذن وغادي تبقى عندي آخر سنة اللي هي سنة 2010. إذن هنا عندنا 2005، ثم 2010. الولايات المتحدة الأمريكية 25%. إذن دائما عندها 25%. إذن غادي تجينا في هذا المستوى 25%. إذن هي هذه. ثم الصين غادي تولي في 14%، 15، إذن 14، إذن 14%، غادي تولي عندنا في هذا المستوى. ثم أخيرا الاتحاد الأوروبي 23%، 23%. غادي تكون عندنا في هذا المستوى. إذن 23%. إذن دائما كنعطي اللون الأصفر الولايات المتحدة الأمريكية، اللون الأزرق للصين، ثم الأحمر بالنسبة للولايات، عفوا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. إذن وغادي تكون عندي هنا السنوات، والعنوان دائما راه كيكون عندنا في التمرين الحصة من حجم الإنتاج الصناعي العالمي بالنسبة المئوية. إذن وكنجي لهنا كندير الفهرس، عفوا بغيت نقول المفتاح، إذن عندي ثلاثة ديال القوى الاقتصادية. عندي باللون الأصفر الولايات المتحدة،
باللون الأزرق الصين، وبالنسبة للون الأحمر أعطيناه الاتحاد الأوروبي. إذن هكذا أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، نكون قد حولنا أو قمنا بتحويل معطيات الجدول إلى رسم بياني مناسب. كما كتلاحظوا معايا مبين بالأعمدة، دائما كنديرو عندما نريد أن نقارن بين قوى اقتصادية كما هو الحال في هذا النموذج، أو اللي كنديرو في مقارنة بين قيمة الصادرات والواردات. إذن غادي يكون عندي جوج ديال الأعمدة، واحد خاص بالصادرات وواحد خاص بالواردات. إذن ما يهمنا في هذه الحالة هو أن حصة الإنتاج الصناعي العالمي تختلف من دولة إلى أخرى. إذن إلا شفنا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، إذن تقريبا شبه مستقر بين 25 و 27%. الصين عرفت تطورا كبيرا في 1997 كانت في 6%، ثم وصلت في 2010 ل 14%. كذلك حتى الاتحاد الأوروبي هناك تراجع طفيف عند الاتحاد الأوروبي، حيث أنه تراجع من 24% في 1997 بعد أن وصل في 2000 إلى 25%، ثم تراجع قلنا إلى 23% سنة 2010. عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، دائما نحن في صدد تحويل الجداول إلى رسومات بيانية. بعد النموذجين السابقين غادي نوري لكم دابا النموذج الثالث، إذن المتعلق بالمبيان بالمنحنى. إذن عندنا هذا النموذج ديال تطور نسبة مستخدمي الانترنت من إجمالي ساكنة المغرب سنة 2015. إذن عندنا السنوات ثم نسبة مستخدمي الانترنت بالمغرب. 2007 22%، 2009 ارتفعت ل 41%، ثم 2011 وصلت ل 46%، في سنة 2013 56%، ثم 2015 وصلت نسبة مستخدمي الانترنت في المغرب إلى 57%. إذن السؤال المطلوب دائما وأبدا هو حول معطيات هذا الجدول إلى رسم بياني مناسب. إذن في هذه الحالة كما كتلاحظوا أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، عندنا متغيرة زمنية. إذن غادي نشوفوا نسبة مستخدمي الانترنت في المغرب كيف تتغير عبر مرور السنوات. دائما ملي كتكون عندنا متغيره زمنيه، اذا تتغير عبر الزمان، اذا كنديروا المنحنى. اذا خصوصا عندنا نفس الفارق الزمني سنتين 2007 2009 2011 2013 2015. اذا ملي تكون عندنا الفارق الزمني أو متغيرة زمنية متتالية، يعني متغيرة زمنية متتالية تتوالى فيها السنوات، كنديروا المنحنى. إذا على بركة الله، إذا غادي نحولوا هذه المعطيات إلى رسم بياني مناسب كما هو مبين أمامكم على السبورة. إذا هذا المنحنى غادي نخصصوه للنسبة المئوية، ثم هذا المحور غادي نخصوه للسنوات. اذا عندنا 2007 2009 2011 2013 ثم 2005 و15. اذا ودابا غادي نمثلوا نسبه كل سنه على حده. اذا في سنه 2007 اذا عندنا 22%. غادي نشوف عندي نسبة 22% في هذا المستوى، وغادي ندير التقاطع ديالهم، وغادي تعطيني غادي ندير نقطة هنا. إذن 22%.
سنة 2009 النسبة وصلت إلى حدود 41%. إذن غادي 2041% غادي تكون عندي في هذا المستوى. إذن وغادي نشوف التقاطع ديالها مع سنة 2009. إذن غادي تكون عندي في هذا المستوى هذا. إذن 41%. سنة 2011 46%. 46%. 46% 2011 كم غادي تولي عندي في هذا المستوى 46%. 2013 وصلت نسبة مستخدمي الانترنت في المغرب الى 56%. اذن 56% غادي تكون عندي في هذا المستوى. اذن وغادي ندير دائما التقاطع ديال السنوات. غادي تكون عندي في هذا المستوى. ثم سنة 2015 وصلت الى حدود 57%. اذا غادي تكون عندي في هذا المستوى هذا 57%. إذن دائما شنو خصني ندير من بعد؟ غادي ندير منحنى يصل بين هذه النقط. إذن غير باليد وغادي ندير سنة هكذا المنحنى غادي يعطيني هذا الشكل هذا. إذن هذا المنحنى كيبين تطور مستخدمي الانترنت بالمغرب بين 2009 و 2015. إذن إذا لاحظنا هذا المنحنى فهو إذن تصاعدي. إذن كيمثل التطور ديال نسبة مستخدمي الانترنت في المغرب. إذن فهي تتطور سنة بعد سنة. إذن والميبيان دائما خصنا نديروا ليه العنوان دائما تطور. كنجي الفوق تطور نسبة مستخدمي الانترنت من اجمالي سكان المغرب سنة 2015. إذن هذا العنوان نضعه في إطار إذن دائما عندما يتعلق الأمر بدراسة ظاهرة تتطور عبر الزمن كندير المنحنى. والمنحنى يقدر يجيني في ربعة ديال الأشكال. إذن المنحنى إذن في الامتحان غادي يجيكم في ربعة ديال الحالات. إما الحالة الأولى إذن غادي يكون تطورية. الحالة الثانية غادي تجيك تراجعية. الحالة الثالثة غادي يكون متذبذب. ثم الحالة الرابعة اللي يكون فيه التراجع والتطور أو التطور والتراجع. هذه هي أربعة ديال الحالات اللي غادي نلقاوها في المنحنيات أو في الرسومات البيانية اللي فيها المنحنى. إذن فيها أربعة ديال الحالات. إذن ودائما كيجيك السؤال أسفل هذا الجدول كيقول لك صف تطور الظاهرة المدروسة. إذن مثلا هنا في هذه الحالة عندنا مستخدمي الانترنت بالمغرب سنة 2015 إلى لاحظناها بأنها إذن هي تتطور عبر مرور السنوات. إذن بدأت في 2007 22%، ثم انتقلت ل 41%، ثم 46%، ثم 56%، ثم 57.
عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم التي درسنا فيها طريقة تحويل الجداول إلى رسومات بيانية. لا بأس أن أذكركم بأنه هناك ثلاثة أشكال. إذن كاين الشكل أو المبيان القطاعي، الدوائر وأنصاف الدوائر، ثم مبيان بالأعمدة، ثم هذا النموذج الثالث اللي هو مازال أمامكم الآن اللي هو المبيان بالمنحنى. إذن ونتمنى التوفيق للجميع.